ها زيد نقلب الدومه. يلا يا الله. هاي بلحظه ايش تسوي؟ ملقي واحد شلون يقلبها هاي؟ احط احط الماعون وقلبها. اكو واحد يخليها هيك شيء ما تنقلب. لا ايش راح تسوي؟ نزلها بسيطه نزلها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللحم الزين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس حرامان كان يعجبني تنقلب. ايش راح تسوي هسه؟ هسه معي هالدبس. راح تغلي دبس؟ اي يا بابا تفشيك مش ها مش بطنك مش ها. شجرايه شجرايه وخذ على اللحم قبل. خبوا عشتيلك شو بلا ذوق الشجر. حارة؟ ألف عافية. ما عافيش حبيبي. حبايبي زيد يقول أطيب شي ويا الدولمة الدبس خصوصا إذا كانت حامضة. إيش فيش مجربتها يعني؟ ما أدري شو أحسها فكرة غريبة يعني دبس ويا الدولمة؟ طبعا عمرك خسارة إذا ما تجربيها. تجربيها هيجي. أنتوا شو تقولون؟ جربوها وانطوني رأيكم سووا لي دويت علقولي خبو ألف عافية